الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويقول سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويقول سبحانه: خلق السماوات بغير عمد طاونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من حفر بئرا لم يشرب منه كبد حرا أي عطشا من إنس ولا جن ولا طائر إلا آجاه الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرهن على العبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غاس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فحديث القرآن الكريم والسنة النبوية عن الماء حديث هام يسوق الماء على أنه نعمة من أعظم نعم الله على خلقه. يقول سبحانه: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين. يأتي الأمر بالدعاء بعد الحديث عن الماء طلبا للسقيا ولغيرها من فضل الله ورحمته. ويقول سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بحكمة وبمقدار، لأن الماء إذا قل عن حاجة الناس أصابهم العطش وحل
حلت بهم المجاعات، وإن زاد عن حاجة الناس أصابهم الهلاك وأصابهم الغرق. فقد يكون نعمة وقد يكون نقمة، وقد يأتي رحمة وقد يأتي طوفانا والعياذ بالله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر بحكمة فأسكنه في الأرض. ثم يأتي التهديد لمن لا يشكر نعم الله، وإنا على ذهاب به لقادرون. ويقول سبحانه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. الجبال أن تميد بكم في آية أخرى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل شيء بحكمة وبقدر وبتنظيم إلهي وبإرادة إلهية. وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. نرزقكم ونرزق إبلكم وخيلكم وأنعامكم التي لم ترزقوها أنتم وإنما رزقناها نحن. وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. وإن من شيء، أي شيء يخطر ببالك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فلماذا الاعتماد على سواه؟ ولماذا عدم الرجوع وبقوة إليه؟ ويقول سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخزنين. لأنه باق بحكمة الله وقدره، لأنه إذا أراد شيئا آخر والعياذ بالله، كما جاء التهديد في قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا في الأرض لا تصل إليه أعمق الأبار الارتوازية ولا غيرها، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الاعتماد على الله والثقة في الله مع الأخذ بالأسباب. لكننا للأسف بين منهجين، منهج أو بعض الناس وبعض التيارات أخذت الدين تجارة وصناعة تتاجر به، تتكسب به، تتطرف به، تفسد به، فصارت صورة سلبية سيئة لدين الله تنفر منه. وفريق آخر للأسف الشديد ربما لا يريد الدين كلية ولا يعتمد على الله، ويأخذ طرفا آخر ما بين إفراط وتفريط. لا غنى لنا عن إيمان صحيح بالله، لا غنى لنا عن الرجوع بحق إلى الله دون إفراط أو تفريط، لأنه لا نجاة لنا ولا عصمة إلا بالرجوع إلى الله والثقة فيه، حيث يقول سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، ما يخرج منكم من المني، من الذي يخلق إنسانا نطفة فعلقة فيجعله إنسانا، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم يقول سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون، هذا الزرع وقت الجني والثمار، أأنتم تزرعونه، أنت تضع الحبة، ومن الذي يخرجها ومن التي ينبتها ومن التي يسويها صمرا يانعا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
لو نشاء لجعلناه حطاما يابسا لا نفع فيه فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يطاق فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ويقول سبحانه حتى لا نجزع ولا نيأس ولا نضيق ولا نحبط وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا أنتم تكفرون بالخالق ولا تؤمنون به ولا تثقون فيما عنده وهو الذي قدر لكم أقواتكم وأرزاقكم وآجالكم وما من إنسان يولد إلا ويكتب له أجله ورزقه فلا بد هنا من الثقة في الله والطمأنينة إلى ما عند الله وأن نثق أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وهو الذي ينزل السماء وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب ويقول سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأول هذه البركات نعمة الماء يقول سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا عذبا فراتا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا في الدنيا بالهلاك بالجوع بالعطش بالمحن بالنوازل والعذاب الآخرة أشد وأبقى علينا أن نأخذ بكل الأسباب لكننا علينا دائما أن نعود إلى الله وأن نؤمن به وأن نعمق الإيمان بالله وأن نثق في الله وأن نكل أمورنا إلى الله لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يقول الشاعر قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي يهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك كل الجنين يعيش معزولا بلا زاد ولا ما عن من ذا الذي يرعاك وإذا طار الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطعت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من ذا الذي صفاك إنه رب العالمين ولا أحد سواه ولما سمع أحد الأعراب أحد البدو قول الله تعالى في قصة الطوفان وفي قصة سيدنا نوح وفي شأن الماء سمع قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء
وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الإيمان وحسن الثقة في الله ورحمة الله. توبوا إلى الله واسألوا العفو والعافية. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. لا بد أن نعود إلى الله صادقين في إيماننا به وثقتنا به دون إفراط أو تفريط، حيث يقول سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم الله لا تحصى ولا تعد، وخزائن الكون عنده، حيث يقول سبحانه وإن من شيء، أي شيء يخطر ببالك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فلماذا الاعتماد على سواه؟ ولماذا عدم الرجوع وبقوة إليه؟ نحن بحاجة أن نرد شبابنا وأبناءنا ومجتمعاتنا إلى الإيمان بالله ردا جميلا، وأن نعيد بناء الثقة فيما عند الله، على أن ذلك لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، إنما يعني أن نأخذ بأقصى الأسباب، سواء في الحفاظ على النعم أم في شكر النعم. وفيما يتصل بموضوعنا من قضية المياه، فإن الأمر يتطلب عدة نقاط. أولا الحفاظ على النعمة بحسن استخدامها، فعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا سعد ابن أبي وقاص ووجده يسرف في الوضوء، فقال له ما هذا الصرف يا سعد؟ لماذا تسرف؟ فقال له أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاف، أي لو كنت تتوضأ من نهر جار عليك أن تقتصد في استخدام الماء. ثم مع الاقتصاد وترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطع يأتي الأمر الآخر، تعظيم استخدام الماء لاستخدام الأمثل واستخدام كل الوسائل الحديثة والعصرية في نظم الري ونحوه لتعظيم الفائدة من استخدام الماء. ومن هنا وعدم الاعتداء على مصب الأنهار أو مجاريها أو تلويثها. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سبع خصال يجري لك ثوابها بعد وفاتك وأنت في قبرك، أولها من علم علما، لأن العلم هو الذي يسير الحياة في اتجاهها الصحيح إيمانيا وعلميا. العلم من علم علما، يأتي بعدها أو كرى نهرا،
وأخذت أدقق في كلمة كا. قال العلماء زاد فيه نقطة أو حفرة، والمقصود من وسع نهرا. فإذا كان توسعة النهر لا تضيق النهر، لا أن تقتص منه لتبني عليه أو لتوسع زراعتك، لا، إن اقتطعت من أرضك قطعة توسع بها النهر، لا أن تقتطع من النهر أو من بعض ما جاريه ما توسع به حقلك. أو كنهرا أي وسعه وأضاف إلى مجراه بأي نقطة منه، وبعد ذلك أو حفر بئرا أو غاس نخلا، والكل مرتبط بعضه ببعض. من علم علما أو كنهرا أي وسعه أو زاد في مجراه أو في مجرى الماء بصفة عامة، أو حفر بئرا أو غاس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، فهذا مما يجرى عليك ثوابه بعد الموت. من أهمه أنك توسع النهر أو مجاري المياه، وإن ضيقتها كنت مخالفا لسنة رسول الله، متطاولا متجاوزا متعديا على حدود الله. وبعد ذلك يبقى الجانب الأول ترشيد الاستخدام، الجانب الأول من حفاظ على النعمة ترشيد الاستخدام حتى في الوضوء والغسل وفي كل شيء، ولا تسرف ولو كنت على نهر جار. الأمر الثاني تعظيم الاستخدام بدراسة أفضل الوسائل وأحدثها في نظم الري بما يعظم الاستفادة بالمياه. ثالثا توسعة مجاري الأنهار والمياه بما يخدم الناس لا أن تقتطع منها لك. رابعها ألا تلوث الماء، لا بالصرف الصناعي ولا بالملوثات ولا بإلقاء القمامة. وعندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الملاعن وقال اتقوا الملاعن الثلاث، جعل أولها التبرز في موارد المياه، وهو من يقوم بتلويث أماكن الشرب أو موارد المياه بصفة عامة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء إلى الجاري ولا الراكب، والعلماء اعتبروا ذلك مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يلوث الماء مخالف للسنة، لأنه يضر بصحة الإنسان، وديننا قائم على أنه لا ضرر ولا ضرار. وثقافة المصريين الأصلية الصحيحة النقية حتى من قبل الإسلام، وما وجد على جدران المعابد القديمة والآثار القديمة وفي قسم المصريين، كان الواحد منهم يقسم أني لا أكذب ولا أغش ولا أخون ولا أقتل ولا أزني ولا ألوث ماء النهر. فكان يقسم ألا يلوث ماء النهر، لأنه كان يدرك بفطرته الصافية أن تلويث ماء النهر جريمة يحاسب عليها في اليوم الآخر. هذا حتى كان قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أكد على ذلك ونبه عليه، مما يجعلنا محافظ ونرشد ولا نلوث ونوسع ونطهر ونعظم الاستخدام الأمثل. وفي الأول والآخر وفي البداية والنهاية مرجعنا إلى الله. وهذا يؤكد أننا عندما نتحدث عن الخطاب الديني نؤكد أن الخطاب الديني ليس بمعزل عن حياة الناس ولن يكون. والدين الباقي إلى يوم القيامة هو قائم على مصالح البلاد والعباد، على أن نفهمه فهما صحيحا وأن نستفيد به في حياتنا. فهو كما تحدث الأهل العلم عن القرآن الإمام علي، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من تركه من جبار قسمه الله، فيه صلاح أمر ديننا وأمر دنيانا. فالإسلام قائم على مصالح البلاد والعباد، ليس بمعزل عن حياة الناس، لا كهنوت فيه وليس في كهوف صماء،
إنما هو في عمق حياة الناس، شريطة أن نفهمه فهما صحيحا، وأن نوصله توصيلا صحيحا، وألا نتاجر به، وألا نشتري به عاد الحياة الدنيا دون إفراط أو تفريط. ما أعظم الإسلام، وما أعظم الإيمان، وما أجمل الرجوع إلى الله، وما أعظم الإيمان بالله، وما أحسن التوكل على الله. ففيه صلاح أمرنا في أمر ديننا وأمر دنيانا. نسأل الله العلي العظيم أن يردنا إليها ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلطها على قلوبنا، واجعلها في أيدينا لا في قلوبنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا محزونا إلا فرجت كربه، ولا تجعل لنا غائبا إلا سالما رددته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عنا سيء إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.